إذن متابعينا الكرام تواصلنا يستمر والتحديات تتواصل هنا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام من هذا الميدان من هذه أيضا الانطلاقات والتحديات. شوطنا الذي ينطلق أمام حضراتكم هو الشوط السابع للإبكار الحقائق، ومسافتنا هي أيضا متابعي الكرام 3 كيلومترات. نتمنى التوفيق دائما وأبدا للجميع. مباشرة إلى مقدمة شوط الصدارة الأولى متابعينا الكرام إلى الظبي لسالم بن كرام بن عيضة العامري، يقدم لنا الظبي مع المركز الأول والقيادة الأولى، بينما المركز الثاني التواصل في هذه اللحظات من شواهين لمطر بن ضير بن حمد الدرعي مع المركز الثاني، حيث الدخول على ثالث الأسماء في هذه اللحظة متابعينا الكرام، ويتواصل في هذه اللحظات مع فهد راشد بن حمد بن جمعة الحكماني، يتصل في هذه اللحظات يقدم لنا شعاره مع المركز الثالث، حيث الدخول في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في هذه اللحظات، واتصل وبره لمحمد بسليب بدوده العامري مع المركز الرابع، قدم لنا ابشاره في الشوط الماضي، يقدم لنا وبره في هذا المسار وهذا الشوط، بينما الوصول على خامس الاسماء في هذه اللحظات والتواصل من راهي لمحمد بصالح بن عبد الله بن حبتور العامري، ياتي بهذا الظهور وهذا المرور الرائع، بينما الوصول في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء من سعاده وحمد بن محمد بن سعيد العفاري يقدم لنا سعاده في هذا المسار وهذا الاندفاع، بينما الوصول في هذه اللحظات من الذيبة لعبيد بن هلال بن مبروك بن طماطم العفاري يقدم لنا الذيبة في هذا المسار والاندفاع، بينما شعار بن غنزول قادم في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء مع المركز الثامن مقدما لنا قيادة، وسليم بن سلم بن غنزول العامري يقدم قيادة على ثامن الأسماء، والتبادل السريع ما بين الشعارات والأسماء والوصول في هذه اللحظة من الوثبة سعيد بن محمد بن خيره العفاري وعاشر الاسماء هناك مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام من الاسماء القادمه في هذه اللحظه مشاهدينا الاعزاء تصل هناك وتتقدم متابعي الكرام الفائز العلي بن دحم الحسيني العفاري. هذه النتيجه ولنا عوده إلى مقدمة الشوط، لنا عودة إلى المركز الأول والقيادة الأولى مع الكيلو الأخير على الكيلو الخطير. الله يا هذه الأسماء، الله يا هذا الاندفاع الرائع والجميل على مقدمة الشوط، شواهين لمطر بن غدير بن حمد الدرعي هنا يقدم لنا شواهين على الصدارة الأولى، بينما شعار بن مبروك قادم في هذه اللحظات يقدم لنا الذيبة، وهناك مشاهد شعار بدبي قادم في هذه اللحظات يقدم لنا سعادة، سعادة قادمة في هذه اللحظات على ثالث الأسماء مشاهدين الأعزاء، بينما هناك الوصول القدوم في هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء من الوثبة لسعيد بن محمد بن خيره آل عفاري، ولكن العودة العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى شواهين، شواهين على المركز الأول والقيادة الأولى مطر بن غدير بن حمد الدرعي، وهناك سعادة لحمد بن محمد بن سعيد العفاري على المركز الثاني يقدم لنا سعادة، ولكن الصدارة الأولى المركز الأول شواهين 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 راحت وانطلقت بالصدارة الأولى، راحت بالمركز الأول والقيادة الأولى متابعين الكرام، وم مطر بن غدير بن حمد الدرعي هنا من يقدم لنا هذا الاندفاع، ولكن بن مبروك عاد مع الذيبة، مع الذيبة هجمت الذيبة، ولكن شواهين شواهين هي الأقرب للناموس. سلام الدرعي، سلام مطر بن غدير بن حمد الدرعي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، بينما المركز الثاني الذيب العبيد بن هلال بن مبروك بن طماطم العفاري، المركز الثالث
المركز الثالث هناك أيضا سعادة لحمد بن محمد بسعيد العفاري، بينما المركز الرابع رابع الأسماء وصلت مياس لمحمد بسال مكتوم الجنيبي. المركز الخامس مشاهد الأعزاء قيادة لسليم بن مسلم بن غزول العامري. إذا تهانينا مشاهدينا الأعزاء متابعي الكرام لمالك شواهين ومقدم شواهين في هذا المسار. مطر هناك مطر بن غدير بن حمد الدرعي، والتوقيت الزمني 4 دقائق 35 ثانية 88 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.